الغذائية لدى المواطن المصري في الأسواق. بتكلم على السيوت داخلة فيها؟ يعني خلينا حضرتك نقول أول ما تنتهي الدراسة هيتضح السلع اللي احنا بنتكلم عليها، لكن ممكن إن احنا نبدأ مثلا بثلاث أو أربع سلع أساسية التي تشهد نقص في الأسواق. يعني في نقطة مهمة برضو أستاذ أحمد لازم يعني في الموضوع دوت نكون واعيين ليها، إن الدولة بالفعل لديها مخزون استراتيجي من بعض السلع، ولكن توجيه اليوم من دولة رئيس الوزراء هو خاص بالسلع التي قد يكون مش بطاقات التموين، السلع الحر المواطن اللي هو ما عندوش بطاقة تموين. اللي ما عندوش بطاقة تموين، بالظبط. السلع التي لا يوجد، ربما التي لا يوجد دور كبير للدولة في توزيعها، وبالتالي احنا بنتكلم هنا في سلع بالفعل الدولة لديها مخزون استراتيجي منها ولا يوجد قلق بشأنها. لا خلينا نفرق ما بين حاجتين لستك بتقوله، بطاقة التموين ما عنديش مشكلة فيها، حاجته موجودة واحتياطي بتاعه موجود، صح؟ موجود يا فندم، مفيش بالظبط. قلق. احنا بنتكلم على السلعة بصفة عامة وليس بطاقة تموين، تواجد السلعة في الأسواق. يعني على سبيل المثال السكر، دولة رئيس الوزراء وكما شاهدنا وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية بضخ كميات إضافية من السكر للعمل على سد الفجوة في السوق المحلي وزيادة مليون طن المعروض منه. هتستورده، مليون طن. هنستورد مليون طن، وإن شاء الله خلال الفترة القليلة المقبلة سنبدأ بضخ 300 ألف طن إن شاء الله. طيب هل المليون طن دول هيدخلوا ضمن الإجراءات السريعة أو توفير المخزون الاستراتيجي خارج بطاقات التموين اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو الناس مش لاقية السكر؟ بالظبط يا فندم، يعني أنا ما بتكلمش على بطاقات التموين، بطاقات التموين إن شاء الله يعني المخزون بتاعها متوفر ولا يوجد فيه أي مشاكل. إحنا عظيم. بنتكلم على السلع السكر في الذي سيتم الهايبر توفيره والماركت بالسعر وغيره. الحر. بالضبط بالسعر الحر. كلما عملت الدولة على توفير مخزون أكبر كلما تم ضبط أسعار السلع الأساسية، وبالتالي على سبيل المثال السكر من الممكن أن يكون هو أحد بطبيعة الحال أحد السلع التي سيتم تكوين مخزون استراتيجي منها. طيب الإجراءات اللي تمت النهارده وتحدث عنها رئيس الوزراء في هذا الاجتماع المهم، ده معناه ان احنا داخلين على ان شاء الله الاسعار تنزل، وربما في شكوى بعد رفع اسعار السولار ان الاسعار بدأت تزيد، فتأثير ده ايه ايضا على الاجراءات رئيس الوزراء اتكلم عليها النهارده؟ يعني مبدئيا طبعا ان شاء الله الاسعار يعني ستنخفض، وكما اشرنا الاسبوع الماضي انه يعني دولة رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية، وبالتالي هذا الاجتماع مع اتحاد الغرف التجارية ومع المصنعين سوف يتم خلاله ان شاء الله الاتفاق على خفض الاسعار. يعني كما نعلم وكما اشرت حضرتك